نرحب بالأستاذ عبد العزيز الفتتي ونشكره على إتاحة الفرصة لنا للاستجابة إلى منتخبنا. السؤال المخاز من السياسية. السنة السابقة. السؤال الأول هو يعني في أي إطار كيجي هذا النشاط اللي تقوم به اليوم، هذا اللقاء الجماهيري والتواصل الجماهيري اللي كتقوم به اليوم، يعني في أي إطار، هو التفعيل أو اللقاء تواصلي عادي للحزب أو للشباب جات على الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نشاط من تنظيم الكتابة الإقليمية، هو نشاط عادي في إطار برنامج الكتابة الإقليمية الذي استرته يعني للسنة الجارية. ديال اليوم هي فقرة تواصلية بين المنتخبين، خاصة المنتخبين على مستوى مجلس النواب والمواطنين، هو لقاء مفتوح. طبعا في الغالب ستكون يعني هنالك موضوعات اخرى بما في ذلك موضوع الساعة، لكن اليوم الحمد لله يعني مرت 15 يوما على المشكل القائم اليوم، وبعض اللي كيعتبروا يعني ازمه على مستوى من المستويات، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المؤكد أنهم ما كاينش هنالك لا قيامة سياسية ولا قيامة اجتماعية ولا قيامة اقتصادية. هنالك ظروف صعبة يجتازها المغرب، والمطلوب هو أن نتعامل يعني جميعا يعني بحكمة ورزانة وتعقل من أجل التغلب على الصعاب كما بغات تكون بما فيها يعني الصعاب السياسية. وهذا مش أول مرة يقع يعني مثل هذا الذي نشهده اليوم، لأنه وقع يعني في أوج ديال الحركة الوطنية، وقع على عهد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وقع يعني هذا، ثم بالطبع وقع شيء من هذا على عهد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. لكن في كل مرة على أي حال تخرج الجرة إما سليمة إما مكسرة، والمرجو اليوم هو أن تخرج الجرة يعني سليمة، واللي هو مطلوب هو أن الأخوات في حزب الاستقلال يعني خصهم مزيد من الوضوح في يعني بهذه المناسبة، وبالطبع وأنا كذلك الأطراف الأخرى يعني كيخصها تتعامل يعني بمسؤولية بغض النظر على هذاك الشيء اللي القل والقال اللي مر. دابا المهم يجب ان، ولكن الى اي حد هذه الشكايات اللي كتقدم بها دابا حزب الاستقلال في حق يعني رئيس الحكومه، الى اي حد هي صائبه او خاطئه؟ لانه هناك كثير من التصريحات. انا اعتقد بانها ليست صائبه. انا دليلي هو الحكومه، يعني الحكومه ما فيهاش نقاش، ما فيهاش خلاف، الاصل هو ان ينتقل الخلاف الى داخل الحكومه، يعني كما وقع يعني بالنسبه للاشاره اللي درت لها الاستاذ عبد الله ابراهيم رحمه الله عليه، وهو طبعا من كبار الوطنيين، من كبار المفكرين، من كبار السياسيين. اليوم ما فيش يعني هذا النقاش ليس له يعني ادنى صدى داخل الحكومه، ولذلك يعني حنا كنعتبروا كما العديد من المراقبين بان هذا ياتي في سياق يعني غير مفهوم، يعني ما عندوش اساس موضوعي. ولذلك انا دائما كنقول بان الاخوان في حزب الاستقلال يكونوا يعني اكثر وضوح، لان الوضوح هو اللي غادي يخلي يعني كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، والمواطنين كذلك يعتبروا من هذا الشيء اللي وقع. ولذلك كنعتبر انا انه الموقف ديالو اعتبره شخصيا، اعتبره موقف خاطئ، كما ان اللجوء ديالهم في فصل 42 اعتبره يعني لجوء الى فصل غير معني بهكذا نزاع، لانهم كيعتبروا بانه النزاع ديالهم محصور بين يعني المؤسسه ديال حزب الاستقلال، مؤسسه اللجنه التنفيذيه في بعض اختياراتها مع الاستاذ بن كريم كرئيس حكومه. اذا ما علاقه هذا النزاع حتى الا كان ما علاقته بالفصل 42؟ ما عنده علاقه بالفصل 42، الفصل 42 معروف فيه اربعه ديال الفقرات واضحه وضوح يعني الشمس يعني في شهر غشت. ولكن مع ذلك انت يعني كتشوف بانه مرت 15 يوم على قضيه الانسحاب، اللي هو انسحاب مش انسحاب، والامور
الامور يعني عادية داخل الحكومة. وبالطبع انا ما عنديش تفاصيل ديال التفاصيل المجريات ديال الايام الاخيرة لانه كنت في مهمة في الخارج، ولكن انا اتصور بانه هنالك يعني اكثر من حل، بما في ذلك بالطبع اذا دعت الضرورة الانتخابات يعني سابقة لاوانها. وبالمناسبة ديال الانتخابات، من حينما نقول نحن الاخوان الاخوات بعدالة انتخابات سابقة لاوانها، هذا ما فيه لا تهديد ولا يحزنون، هذا فيه نعيد الامر الى صاحبه اي الشعب. هذا ما فيش من جهة يعني ما فيش واحد لا بغيت تقول لا تخوف ولا زهو بالنتائج، هذا فيه يعني صاحب الشأن هو الشعب، هذه الصيغة فرزها اختيار ديال الشعب. اذا الا ما تمشاتش والا باش ما تبقاش كدور في مكانها في بلاصه، نرجعوا يعني الشعب بكل اريحيه، لانه هو صاحب السلطه. ايوا ذلك القضيه ما فيها لا تهد ولا بالطبع ولا يحزنون، ولو انه يعني العقلاء يأملون يعني أن تلتئم الأغلبية من جديد، وبالطبع وأن تعتبر مختلف المكونات ديالها بحال الشيء اللي وقع. لأن المهم هو هذا، يعني في كل الأحوال خصنا نسمعوا البعض، في كل الأحوال نسمعوا البعض، ولذلك مزيان يكون فيه خطاب واضح وبجمل واضحة وبمفردات واضحة لما فيه بهدف واضحة، ونتجنب ما يمكن يعني الأشياء اللي يمكن لها تشوش، لأنه الاستعمال ديال المفردات في غير محلها ولا خطاب ما عنده علاقة بالسياسة هذا كيشوش. ولذلك بالقدر اللي يكون الخطاب نسبي ويكون مفهوم، بالقدر اللي غادي نتقدم. وفي كل الأحوال يعني الصيغة اللي غادي نلقاوها غتخدم التراكم يعني السياسي ديال البلاد. هذا واخا سؤال ثاني باش ما نشغلوكش، انه ممكن كاين تضغط. راينا يعني عندك انت كشخص دابا في البرلمان مجموعه ديال التصريحات ضد واحد المجموعه ولا في اتجاه مجموعه ديال الشخصيات السياسيه على الصعيد الوطني، من ضمنها الزوار واخرها سي يعني بن سوده، ديال يعني في هذه الواقعه ديال بن سوده بحق ما فهمناش التصريح الاخير اللي جا بانه كطلبوا انه يلتحق يدخل الصف، لانه شنو يعني في اي اطار جات؟ انا قلت يعني بانه الاولى هو ان يغادر، لانه كيعطي معطيات هي غير المعطيات ديال المؤسسات المعتمده في انتاج يعني الارقام والاحصائيات، ثم يتخذ قرارات في غايه الخطوره، ومنها القرار ديال صرف ما يقارب يعني 5 ديال الملاير ديال الدرهم، واحد المرحله دقيقه، مما عمق يعني العجز ب 0.9 بالمقارنه مع 2011. وبالمناسبه هذه الحكايه ديال العجز وديال الازمه ماشي السبب ديالها الحكومه الحاليه، هذه جايه من اسباب بعيده. الا رجعت غير العجز، متوسط العجز ما بين 2007 و 2011 هو 1.65، هذا هو متوسط العجز سنويا كان كيتعمق بهذا الرقم، ولذلك 0.9 هذا هو تقريبا النصف. بالتالي يعني الحكومه الحاليه ليست مسؤوله على تعميق العجز، ولكن مطلوب منها ان توقف يعني هذا النزيف، ولذلك اتخذت الاجراء ديال تجميد هذا العمل 15 مليار درهم كاستثمارات في هذه السنه، بالنظر للترحيل اللي كاين اللي فيه 21 مليار ديال الدرهم، لانه في الاداره المغربيه عندها في نهايه المطاف عندها طاقه ديال الانجاز، طاقه محدوده، وهذا معروف يعني كياخذوا الناس عده سنوات وكيقوموا بالانجاز ديال المتوسط، اذا قاموا بهذه العمليه، ولذلك استقر الراي ديالهم باش ما يتعمقش العجز على حد في هذا 15 مليار، واللي في نهايه المطاف لن يؤثر على الاستثمار ديال الحكومه، لانه هذاك المتوسط اللي في بعض الاحيان كيوصل ل 65 70 لن يتاثر، كما انه الاستثمارات العموميه غير معنيه، والاستثمارات ديال الجماعات المحليه يعني غير معنيه، وهذا اجراء مؤقت ديال سنه 2013 من اجل يعني الاسهام في المعالجه ديال اي تعميق للعجز يعني لا قدر الله، في انتظار تجي الاصلاحات اللي هي هيكليه، بما فيها الاصلاح الضريبي اللي غيكون على اساس العداله الاجتماعيه، وغتعالج فيه النفقات الجبائيه، بمعنى فيه غتعالج الموضوع ديال الاعفاءات، ثم سيتم تضريب الفلاحه الكبيره.
وهذا بالطبع غادي يعاود يرتب الموضوع ديال الموارد، لانه في نهايه المطاف الامور تدور حول الموارد. قبل ما نتكلموا على الاستثمار وعلى الانفاق سنتحصلوا على موارد هكذا. سؤال بسيط. نعم اخي، هو محليا نعم. اذا اي مدى يعني كيأثر في علاقتكم دابا مع الاغلبيه؟ نعم جماعه المحليين انه فشلنا الاستقلال اللي كياخذ الاغلبيه، واش يعني الخلاف على المستوى الوطني اثر على ما هو محلي، رغم انه معروف بانه محليا كان دائما واحد النوع من عدم التقارب؟ لا، هو شوف على المستوى المحلي اللي حضرته البارح الدوره، ثم غتلاحظوا بانه واحد العدد ديال النقاط، يمكن 8 ديال النقاط ولا 7 نقاط، 9 8 9 ديال النقاط مروا بالاجماع، كانت نقطه واحده خلافيه، وهذه النقطه الخلافيه اقترحنا التاجيل البت فيها والاحاله ديالها مجددا على اللجنه، من اجل يعني البحث فيها والمعالجه ديالها وتقديمها يعني في صوره احسن للجلسه العامه، ولكن رفضوا الاخوان في الاغلبيه ومشينا للتصويت. لذلك انت تشوف بانه معظم النقاط معظمهم مروا بالاجماع، كاين النقطه اللي كنا فيها امتنعنا لانه كان عندنا تقدير بانه القضيه خصها ترتيب، والنقطه اللي جانا للتصويت ديال نعم لا. لذلك يعني في المواقف السياسيه حنا كنحاولوا انه المستوى المحلي مستوى محلي والمستوى الوطني مستوى وطني، لان المستوى المحلي عندنا فيه التزامات، لا يمكن يعني ان نتراجع على الالتزامات المحليه بدعوى انه كاين اشكالات وطنيه، وهذا الاشكال الوطني لن يدوم بالمناسبه، ما غاديش يدوم، ولذلك لا معنى لان نرهن المستوى المحلي بالمستوى الوطني. كان المستوى الوطني كان فيه تفاهم ولقينا صعوبه باش نتفاهموا على المستوى المحلي، واليوم يعني كان فيه يعني تفاهم مؤخرا كان ارتبك، ولكن ماشي بمناسبه الخلاف الوطني، ارتبك بمناسبه الخلاف على نقطه بعض النقاط المحليه لا داعي باش نمشيو لها، وهي قضيه البستان بالمناسبه. ولكن حنا ما كنحاولوش نربطوا شي بشي، كنحاولوا بالعكس، كنحاولوا اننا نفككوا يعني المستويين باش يبقى، باش الا كان من اشكال يبقى محصور، وما يلقيش بالظلال ديالو على المستوى يعني الاخر. وكما قلت حتى الاخوان القيادي ديال حزب الاستقلال يعتبرون بانه الاشكال هو بين اللجنه التنفيذيه، بين مقررات اللجنه التنفيذيه، وما يعتبرونه يعني قضيه كتهم رئاسه الحكم. اذا لا معنى لان يتوسع يعني الخلاف ويولي عشوائي ويولي مواضح ما عندها حتى شيء معنى. بالمسؤوليه سنحصروا الخلاف، نحصروه ونحرروه كما يقال، نحرر الخلاف من اجل طبع المعالجه ديالها، لان الذي يهم ماشي هو يعني اننا نقولوا فيه خلاف دائما. ما فائده المواطنين من الفائده ديال المواطنين هو انه نوضحوا الخلاف، نحرروا الخلاف، ثم نعالجوا الخلاف. وطبعا نعتبروا حنا خصنا نعتبروا، وهذا يكون خص يكون فيه مصلحه لفائده المواطنين. شكرا لبلاغهم. شكرا استاذ. شكرا. الله يحفظك.